مشاهد مكررة وبيانات لا تنتهي، هكذا هو الحال بالنسبة لأزمات التحكيم المصري التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الاستعانة بخبراء أجانب، سواء مارك لاتنبرغ رئيس لجنة الحكام سابقاً أو فيتور بيريرا الذي يتواجد حالياً في المنصب ذاته. واشتعلت الأمور مؤخراً من خلال مواجهة الزمالك والمصري التي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من جانب أحمد الغندور حكم الساحة، حيث طالب الزمالك باحتساب هدف لصالحه بداعي أن الكرة تجاوزت خط المرمى في ركلة جزاء سددها أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، فيما أكدت تقنية الفيديو للغندور أن الكرة لم تتجاوز الخط، وبالتالي استكمل اللقاء بشكل طبيعي. ولم تقتصر اعتراضات الزمالك على المستطيل الأخضر فقط، بل أعلن الأبيض في بيان رسمي رفضه التام فكرة خوض أي مباراة بعد لقاء فاركو لحين استكمال مؤجلات البطولة المحلية وتنظيم المسابقة بشكل يوفر تكافؤ الفرص لجميع الفرق. من جانب آخر، اعترض نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي على الأداء التحكيمي خلال مباراته مطالباً بحكام دوليين في المباريات التي يخوضها. وبين بيانات الأندية الغاضبة والقرارات المثيرة للجدل، تظل أزمة التحكيم المصري قائمة رغم كافة المحاولات والاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تستهدف تقليل الأخطاء.